اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع على جميع منصاتنا الاعلاميه والالكترونيه. هقدمها لكم انا عمر مصطفى وزميلتي رغده بكر من داخل صاله التحرير اليوم السابع في القاهره. بدايه اخبارنا النهارده هتكون عن ارتفاع درجات الحراره، حيث يشهد اليوم الاربعاء 20 مايو 2020 ارتفاع لدرجات الحراره ويسود طقس شديد الحراره على كافه انحاء الجمهوريه ورياح من نشطه الى معتدله. ليلا بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون الطقس لطيف، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للحرارة. أشارت أيضا هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق متفرقة في شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وموضحة أن البلاد بتتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في محافظات القاهرة اليوم، فالقاهرة سجلت العظمى 43 والصغرى 29، الإسكندرية 37 والصغرى 24، مطروح 30 20 وسوهاج 44 30، أما قنا العظمى 44 والصغرى 30 درجة، وأخيرا أسوان 44 درجة والصغرى 31. وتنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، اكد اللواء علي رزق رئيس هيئه النقل العام بالقاهره انه هيتم منع اي مواطن بيستخدم اتوبيسات الهيئه من استخدامها لو ما كانش لابس الكمامه، وده يمكن هيطبق بعد اجازه عيد الفطر المبارك. ده اكيد عشان حفاظا على سلامه المواطنين اللي بيستخدموا المواصلات. ويمكن اضاف تصريحات اخرى ليه اليوم السابع خاصه انه الهيئه بمجرد اعلان الدوله لحاله الطوارئ كان في عمليات تعقيم بكافه جراجات ومكاتب اتوبيسات الهيئه، في كمان توزيع الكمامات لكل مرتدين او الموظفين في الهيئه، قفازات بيتم توزيعها بشكل يومي على السائقين والمحصلين، كمان بيكون في كشف على السائق والمحصل قبل صعوده للاتوبيس عشان يحافظوا على سلامه الجميع. من اخبار وزاره النقل لاخبار وزاره التربيه والتعليم الفني، حيث اعلنت الوزاره عن المدارس اللي سوف يتم افتتاحها العام الدراسي المقبل على مستوى المحافظات المختلفة. حددت وزارة التربية والتعليم والأنشطة الخاصة التوكاتسو أو المدارس، أو هو ده المصطلح اللي أطلق على أسلوب المناهج في المدارس اليابانية بأنواعها، موضحة أنه توجد عدة أنواع من الأنشطة الخاصة بتوكاتسو. نذكر أهم هذه الأنواع: أنشطة الفصل، وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأيضا أنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأيضا أنشطة السلامة والصحة. كمان هناك أنشطة أخرى مختلفة بتخص مجلس التلاميذ، ودي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائم بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة الواحدة. وأيضا لنا المناسبات المدرسية، وهي أنشطة بتعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، إضافة لشعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية بيقوم بها التلاميذ، وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية وفي كافة أنحاء المدرسة. بخصوص موقف صلاة العيد، الناس كلها بتسأل في الفترة دي هنصلي العيد امتى، هنصلي العيد ازاي. أكد الدكتور الحقيقة محمد بختار جمعة وزير الأوقاف انه هيتم غلق كل أبواب المساجد، مش هيكون في صلاة عيد، وقال بالتحديد سأصلي العيد في بيتي، صلوا في بيوتكم حفاظا على أنفسكم. الحقيقة قررت وزارة الأوقاف انه هيتم إقامة صلاة العيد في مسجد السيدة نفيسة بحضور 20 مصلي فقط من قطاع الأوقاف، وبمراعاة بالتأكيد ضوابط التباعد الاجتماعي، هيكون في مسافة أكتر من متر ونص بين كل مصلي والآخر. لكن أضافت الوزارة أنه هيتم نقل الصلاة دي على الهواء مباشرة من خلال التلفزيون المصري والإذاعة المصرية، وهيسمح لكل المساجد بإذاعة تكبيرات العيد، لكن مع استمرار غلقها زي ما قلت مش هيسمح أبدا بالتجمع لتكبيرات العيد أو الصلاة في الساحات، فقط هيكون تكبيرات العيد هي الشغالة. كل سنة وانتي طيبة وكل مشاهدينا طيبين. عن الأخبار مش بعيدة قوي عن الإجراءات الاحترازية، أعلنت جامعة الفيوم منذ قليل إصابة رئيس جامعة الفيوم الدكتور أحمد جابر شديد بفيروس كورونا وعزلي في القسم الداخلي بمستشفى البطنة الجامعي.
أكدت الجامعة في بيان ليها أن الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم كشف عن الحالة الصحية للدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم. صرح عميد كلية الطب أنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، وذلك بعد شكوى رئيس الجامعة من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية. أيضا على الفور تم حجزه بالقسم الداخلي بمستشفى البطنة الجامعي وفي المكان المخصص ليه من أجل الرعاية والحجر الصحي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم. برضو بخصوص مستجدات كورونا، يمكن امبارح كنا زعنا لحضراتكم نبأ إصابة محافظة الدقهلية بالفيروس. النهاردة كشف لنا مصدر طبي أنه تم عمل مسحات لكل المخالطين بالمحافظ، وكان زوجته نتيجتها طلعت إيجابية، هي كانت حاملة للفيروس. أما بخصوص أطفاله فكانت النتائج سلبية، وأي مستجدات في الأمر هنوافيكم. بالفعل رغدة، من أخبارنا المحلية لأخبار عربية، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن قضية المعابر غير الشرعية على الحدود بين سوريا ولبنان تكبد الدولة والشعب اللبناني نحو مليار دولار خسائر سنويا على الأقل، منتقدا وجود دويلة على أطراف الدولة اللبنانية تأكل من حيوية الدولة وتسمم علاقات الدولة اللبنانية بأصدقائها الدائمين والتاريخيين واحتكارها للسلطة في مناطق عديدة، مما يجعل هذه المناطق خارجة عن السلطة الفعلية للدولة اللبنانية. هذا أيضا يشجع نوعا ما الأعمال غير الشرعية. أكد سمير جعجع في حوار شامل لليوم السابع سوف ينشر بعد قليل أن الدولة اللبنانية تعاني في السنوات الثالثة الأخيرة من سوء إدارة هائل وفساد في التوظيف العشوائي في الدولة، وأيضا عدم تطبيق القوانين خاصة قانون المحاسبة العمومية، وعدم التحسب للأمور والتخطيط للدولة، والفساد الضارب تقريبا في كل شيء. أيضا صرح سمير جعجع لحديثه في اليوم السابع سوف ينشر بعد قليل على أن يجب إحداث تطوير في الأطر الداخلية للدولة اللبنانية والعمل على عدم وجود مناقصات ومشتريات وعقود أخرى فاسدة داخل الدولة اللبنانية. هنروح على طول على الاخبار الرياضيه. في مسؤولين في النادي الاهلي بلغوا اللاعب وليد ازارو بعدم حاجتهم ليه، وانه يمكن مش هيعود مره ثانيه للعوده للعب في الاحمر بعد اعارته للنادي السعودي، رغم ان البعض بيطالب بعودته مره اخرى، وكتير بيشوف انه طريقه لعبه وان الفريق محتاج جهوده، الا انه المدير الفني لازال بيصر انه رافض عودته ورافض وجوده. في نفس الوقت وليد ازارو تلقى يمكن عرض شفهي من احد الانديه الفرنسيه من بدايه من الاسبوع الجاي، واي مستجدات في الامر اكيد هنوفيكم بها كمان. من النادي الاهلي لنادي ليفربول في انجلترا، عودة الألماني يورجن كلوب مدرب لفريق ليفربول اليوم الأربعاء لتدريبات ريدز مرة أخرى، وذلك بعد غياب دام 68 يوم بسبب تفشي كوفيد-19 فيروس كورونا المستجد عالميا. نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي محمد صلاح، نشر على تويتر صور من تدريبات ريدز لأول مرة في حضور المدرب الألماني يورجن كلوب، وظهر الرباعي المتألق شامبرلين والكسندر ارنولد وفيرجل فان دايك وفينال. ده احنا كده وصلنا لنهايه اللايف الاخباري، استنونا اكيد في مستجدات نوفيكم بيها مننا ومن زمايلنا في صاله التحرير. شكرا لكم وشكرا للمتابعه.